الو، شيخ وليد، تفضل شيخ وليد، تفضل. كيف عرفت أن الإمام معرض؟ كيف عرفت أن الإمام اي، معرض؟ من خلال الرواية. هو في راجل شهم ذكر رجولة نعم امين على النساء اللي معاه، يأجر الجارية، يأجرها وقول له بعد ما تخلص معاها تالي طيب تاني. طيب أثبتها لك من القرآن. اثبتها مني من القرآن. اتفضل اثبت لي من القرآن ان الامام عندك معرض. اتفضل. حاشاه حاشاه الإمام. بسم الله الرحمن الرحيم، إنما ليذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. روح يا لا اهبل، احنا انت بتتكلم مين على آل بيت لا النبي صلى الله عليه وسلم، لأهل السنة مش نعم الامام المعرض ده. اتفضل. روح يا ابني، روح يا ابني، احنا انت بتتكلم على ائمة اهل السنة يا جماعة، احنا بنتكلم على الرواية المعرضة دي، تقول لي اثبت لك من القرآن؟